احنا دايما بنتكلم عن اهميه المياه طول السنه، يعني كده كده المياه مهمه لجسم الانسان بشكل عام، لكن مع ارتفاع درجات الحراره بتزيد اهميتها وبيزيد الاحتياج للمياه. طبعا لان فقد المياه بيبقى اكبر، فبنبقى معرضين للجفاف وضربات الشمس اكتر. حتى في الظل، يعني مش ضربة الشمس، من تحت الشمس من درجه الحراره بتبقى عاليه. فزي ما بنقول كده، احتياجنا للمياه بيبقى نضرب 0.033 في الكيلوهات بتاعت الجسم، يطلع لي الجسم اللي انا محتاجه باللتر. يعني ايه يا فندم تاني معلش؟ يعني لو انا وزني مثلا 60 كيلو، هضربه في 0.033، هيطلع لي مثلا حوالي 1.8 لتر ميه في اليوم على حسب وزنك بالكيلوغرامات. نزود عليه لو واحد بيلعب رياضه مثلا ماتش ساعتين. الكيلو معلش، الكيلو بقد ايه مثلا؟ يعني الكيلو في 0.033، يعني هيبقى 0.033 لتر. يعني عايزين نبسطها، كوبايه ميه مثلا؟ مثلا ماشي، يعني هنقول يعني هي دي لو انت عايزها صح قوي، بس يعني كل واحد على حسب وزنه. انا ما اقدرش اشرب كل الناس نفس احتياجات الميه طبعا. وفي لو واحد عندي طفل بيلعب رياضه، او لو حد بيلعب رياضه، او لو حد بينزل الشارع كتير وبيعرق كتير، لازم اعوض الفقد ده، هزود له مثلا حوالي لتر ميه كمان زياده على المعدل او الاحتياج الاساسي لجسمه. نوع الميه اللي اشربها، ممكن لو ميه الحنفيه، بس طبعا لازم يكون غليل الميه الاول، وبعدين تسيبها تبرد تحطها في الثلاجه تسقع. لو حد بيحب ميه ساقعه، لو حد بيحب ميه عاديه يشربها زي ما هي، ميه معدنيه مفيش مشكله. نشرب او ممكن نعمل اللي هي العصير، هي الثلج بالليمون او الفواكه بالثلج، لو هي دي هتدي احساس بالانتعاش. ممكن اخد الفواكه اللي فيه محتوى الميه فيها عالي، زي البطيخ مثلا فيه ميه عاليه جدا، الخوخ، بس طبعا ابقى يعني واخده بالي ما يجيش الخوخ يكون نظيف، لان ساعه الفاكهه بتنقل بكتيريا في الحر ده وامراض. الخيار، كل دي حاجات بيبقى محتوى الميه فيها عالي. اشرب شربات، يعني على فكره مش لازم ان انا اكون اخد حاجه ساقعه، ممكن حاجه يعني اخد السوائل في حاجات دافيه اشربها في شوربه، اعمل سموذي زي ما قلنا. دي كلها حاجات مهمه جدا. مرضى الضغط بقى والسكر والحاجات دي كلها، عشان نزق الدم والكوليسترول، لازم اشرب ميه برده كويس جدا في الحر ده، لان فقد الميه برده بيبقى زياده قوي. في ناس داخله تصوم كمان التسع ايام بتوع ذو الحجه، فلازم اهتم اشرب ميه كويس قوي 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 من الفطار لغايه السحور. واحنا نازلين في الحر نبقى ماسكين شمسيات، او احاول على قد ما اقدر اكون في مكان ضله. الناس ما تشربش كافيين كتير، لان الكافيين بينزل ميه من الجسم، كل كوبايه قهوه معاها كوبايتين ميه.